اهلا وسهلا الشابات الفتيات الغزالات المنورات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا الفال ديالكم لشهر ابريل. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي. غادي نبدا مع صاحبه البشره البيضاء، وان شاء الله هي البيضاء يكون فالك خير لهذا الشهر هذا. فالفال غادي يكون بصفه عامه للمتزوجه المطلقه الارمله العازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليكم. وهذه انت يا البيضه وانت وحدك مع الفال لشهر 4. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك هنا غادي تكوني هاد الشهر هذا كثيرة التفكير، وغادي يكون عندك سهر بالليل وشوية أراق، وغادي تكوني مشغولة جدا وتفكيرك دايما شغال. هنا كنشوفك غادي تكوني شوية سلبية، وخصوصا مع النساء غادي تكوني شويه بحال كتخافي منهم او كتشكي فيهم، او غادي تكوني كتردي بالك بزاف مع النساء. والفال كيقول لك هذا الشهر هذا عندك فرحه، ولكني هاد الفرحه هادي غادي تاجل او غادي يوقع مشكل بخصوص هاد الفرح هذا، فالله اعلم. فنديروا الكارطه ونشوفوا، لان كيبان لي انا كاين فرحه، ولكني هاد اللي كيقولوا يا فرحه ما تمت، يعني كاينه فرحه ولكني ما غاديش تكمل، يعني كاين شي حاجه اللي غادي يكون مانع على اتمام هاد الفرحه هادي. فمن دابا فهانتي الفال سمعتي شنو قال لك، فمن دابا ارقي نفسك وحصني نفسك حتى ان الفرحه ديالك تكمل. البعض فيكم غادي يكون شغلها الشاغل هي الام ديالها او الحماه ديالها، غادي تكوني مشغوله بها او غادي تكوني كتفكري فيها بزاف، وكاين اللي غادي يكون عندها سهر مع الام ديالها او مع الحماه ديالها، ممكن تكون محتاجه لك يعني تكوني معاها المساء اكثر، غادي تكوني بالرفقه ديالها وغادي تكوني كتساعديها، او غادي تكوني انت اللي كتواسيها او كتقومي بالرعايه ديال الام او الحماه ديالك. اللي فيكم كتنتظر دخول شخص حنطي للعتبه، كيف ما كان هذا الحنطي، يكون اب يكون اخ زوج ابن حبيب، وكتقولي واش غادي يدخل للعتبه وكتنتظري المجيء ديالو، فكنقول لك رغم الضغوطات اللي عليه، رغم الاشياء اللي عنده او المسؤوليات اللي عنده، فهاد الحنطي هذا ما غادش يخدلك وغادي يدخل للعتبه. ولكن الدخول ديالو للعتبه هو باغي يرضيك، ولكن النفسيه ديالو ما مرتاحش، يعني كانه غير مستعد للرجوع او للدخول للعتبه، وحتى انه يرضيك غادي يدخل للعتبه غير باش انه يرضيك وانك ما تكونيش غضبانه عليه، لانه غير مستعد هذا الحنطي هذا. على العموم الحبيب او الزوج ديالك اللي غادي يكون هو، احنا هضرنا بصفه عامه على الكل، الاب او الاخ اللي انت كتنتظري المجيء ديالو. بالنسبه الى كتسالي على الحبيب، فالحبيب او الزوج خارج من الام، من ضغوطات، من طاقات سلبيه، من مرض، فبحال كيتشافى هاد السيد هذا، ولكن مازال ما عندوش راحه البال، مازال شويه مأزم وقلبه ضايق هاد الحنطي هذا. الا كان الزوج ديالك فهو باغي المزيد من الرعايه، باغيك تكوني معاه اكثر في البيت، باغيك تسمعيه، هو متاثر وانتي ما قدرش انك، البعض فيكم ما قدرش انها تستحمل الالام او الضغوطات او الكلام ديال الزوج ديالها. فالفال كيقول لك استحمليه، لانه محتاج انك توقفي بجنبه هاد الشهر هذا. واذا كان الحبيب ديالك هذا وكذلك ما تلوميهش، حتى الا كانت كتصدر عليه منه بعض الاشياء اللي كتضرك، فاستحمليه او واسيه او كوني بالجنب ديالو، او رفعي ليه المعنويات لهذا الحبيب ديالك، فهو محتاج لك في هذا الشهر هذا.
الا كنتي كتسالي على الاسمر، فالاسمر كنقول لك رغم الحب ديالو ليك، رغم انه باغي يهضر معاك وكيشوف ليك، ولكن انتي رد عليه بالظهر على هذا الاسمر هذا، كانك هاملاه او غضبانه على هذا الاسمر. كنقول لك فعلا هذا الاسمر كيفكر في امراه اخرى، يقدر يكون مزوج والزوجه ديالو حامل، وهذا الشيء هذا اللي يقدر يخليك انك تغضبي عليه او تبعدي عليه. كنقول لك واخا يكون مزوج والزوجه ديالو يعني حامل، فهو كيبغيك. فالمراه عندها قلب واحد، الرجل عنده 5 ديال القلوب، ممكن يحب وحده وجوج وثلاثه واربعه، تكون عنده الزوجه ديالو يحب 5 ديال البنات او 6 ديال البنات. فرغم انه كاين مع الزوجه ديالو، رغم ان الزوجه ديالو حامل منه، فهو تيشوف لك وكيبغيك. ويقدر يكون هذا الحبيب ديالك عنده حبيبه، فممكن هذيك الحبيبه او الطرف الثالث تكون حامله منه. وكذلك واخا تكون هذيك الحبيبه حامله منه، فكنقول لك راه كيشوف فيك. الا كان الزوج ديالك هذا وكذلك، فيقدر يكون مع عشيقه ديالو وتحمل منه. واخا تحمل منه العشيقه، فدائما الحب كاين ليك. ولما غادي تسمعي في هذا الشهر والله اعلم بهذا الخبر هذا، غادي تردي عليه بالظهر وغادي تغضبي على هذا الاسمر هذا. بالنسبه للابيض، الابيض كتشوفي ليه وكيشوف لك وكيبغيك، ونيته صافيه في هذا الشهر، وبيناتكم ارزاق، بيناتكم فلوس، بيناتكم هدايا، بيناتكم اشياء اللي اكثر من رائعه. فغادي تكوني مع هذا الابيض في حاله مرتاحه وهادئه، وغادي تشوفي السعاده مع هذا الابيض هذا. والا كنتي كتسالي على الابيض اللي هو يشتغل في مصلحه حكوميه، وكتقولي واش كيبغيني ولا ما كيبغينيش، فكنقول لك هذا السيد كيبغيك، ومازال غادي تشوفي الجديد والجديد منه، وما تحكميش عليه مسبقا، لان هذا الشخص غادي يفاجئك بامور اللي غادي تسعدك. بالنسبه هنا للبنات اللي ما عندهمش حبيب، فتنقول لكم كاين هنا ممكن حد يطلبكم للزواج، ممكن تكون خطوبه، او ممكن تكون فرحه عاطفيه خلال 6 ايام الاولى من الشهر، ممكن في النهار 6 او 16 او 26 غادي تفرحوا فرحه اللي هي كبيره. ممكن شي حد يخطبكم، او شي حد يتعرف عليكم، والتعارف غادي يكون جيد وممتاز، ومن وراه حاجات ايجابيه. فهنا عندكم علامه الفرح يا اللي ما عندهاش حبيب، وعندك تغييرات الى الاحسن. بالنسبه هنا للحظوظ، فتنقول لكم يعني ما كاينش شي حاجه مميزه، ما كنشوفش عندكم شي حاجه مميزه من ناحيه الحظ. وبالنسبه اللي كتسال مثلا على العمل او على الدراسه، فكنشوف الامور ديالكم مستقره، ما كاينش شي حاجه اللي هي متغيره في هذا الشهر بخصوص الدراسه او بخصوص العمل، شي حاجه اللي هي مميزه. فكان هذا الفال ديالك يا البيضاء لشهر 4. كنقول لك الا كنتي كتسالي على الناحيه الماديه، فغادي يكون عندك اموال واموال واموال، يعني عندك دخول اموال من مصادر مختلفه، فلن ينقصك شيء من الناحيه الماليه. عندك عطاءات، عندك هبات، عندك فلوس جاياك، يمكن من العمل اللي كتقدميه هو كذلك من مصادر مختلفه، فسيرزقك الله من غير حساب او من حيث لا تحتسبين. فهذا كان الفال ديالك بصفة عامة يا البيضاء لشهر 4. وغادي نشوفوا الفال ديال الحنطية. الحنطية اللي ما عجبهاش الحال، اللي بغات كون لقاتني كون قتلاتني. واو شحال سلبية حتى في التعاليق، ما كنهضرش على الجميع ولكن على يعني البعض، فكاين البعض اللي كانت التعاليق ديالهم رائعه وفي المستوى وبرقي، يعني واخا ما عجبهاش الاقتراح، فعلقت بشكل اللي هو ايجابي بواحد الطريقه لبقه. ولكن كاين ناس اللي علقوا بواحد السخريه وواحد الاستهزاء، فهذا كيبين على يعني القلب ديالكم كيفاش داير، و بهذيك الطريقه فكتعرفي راسك كيفاش الحياه ديالك. فعلى حسب التعليق ديالك كنعرف الحياه ديالك راها ماشي هي هذيك. فكل شيء كيبان من خلال الهضره ديالك، من خلال التعليق ديالك كيبان لي انا واش انت انسانه عايشه في الحياه مزيان ولا ما عايشاش. اوكي
فغادي يكون هذا الفال ديال الحنطية. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي. غادي تكوني انت هذه الحنطية وهذا الحظ ديالك انت وحظك مع الفال شهر 4 شهر ابريل. ان شاء الله فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. هذه قراءة عامة لهذا الشهر 4. كنتي متزوجة مطلقة أرملة عازبة، كان عندك حبيب أو ما كانش عندك حبيب، الفال ليك. هذا قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله. هنا قلبك على قلب الرجل الأبيض، وكتفكري في مبلغ مالي متوسط، وعندك حظوظ من ناحية ديال السفر أو ديال البلاد البعيدة، ولكن خصكي تنتبهي. يعني كاين سفر، كاين هضره وكلام بخصوص السفر، أو كاين عندك شي حاجات في المدينة البعيدة أو في البلاد البعيدة، ولكني كيبان لي هنا شويه طاقه سلبيه. من بعد نشوف شنو جا فيها لما نحل الكارته. هاد السيد اللي هو ابيض اللي قلبك على قلبه، يقدر يكون الحبيب، الزوج او الابن او الاخ او الاب او حد كتعرفيه، ف نيته صافيه وعندك معاه اشياء ايجابيه. ممكن يكون عندك معاه فلوس، ممكن يكون عندك معاه حاجة اللي هي عندها قيمة كبيرة، ولكني غادي يدخل بيناتكم راجل اللي هو حنطي، ممكن يبغي يخلق بيناتكم بلبلة أو صداع، ولكني لن يفلح، غادي يخرج هو الخسران، بحال لا باغي يخسر بينك وبين هذا الرجل الأبيض. كنشوفك غادي تكوني محظوظة في كل ما يخص المناسبات والحفلات والعزومات، وكنشوف هنا كاينه اللي غادي يكون عندها ولاده. كنشوف عندكم ذبيحه، المتزوجات اللي هما حاملات عندكم ذبيحه، يمكن في النهار الثاني او نهار 12 او 22 في هذا الشهر هذا عندكم ذبيحه بخصوص الولاده، عندكم غادي تكون عندكم ولاده، فهذا الشيء اللي كيبان لي. وكاين عندكم حظوظ من الناحيه العاطفيه، اشياء جديده من الناحيه العاطفيه، واللي كتنتظر رجوع او تصالح، فكاين الرجوع والتصالح. كنشوف الرجوع والتصالح كذلك كاين في نهار 2 نهار 12 او نهار 22، كيبان لي هنا عندكم تصالح. كنشوف انت واقف لك اعلام الفرح على راسك، يعني الفرحه كاينه عندك وواقفه معاك، وواقف معاك الحظ، وواقف معاك اشياء اللي هي جميله جدا وتغيرت الى الاحسن. وكنشوف تفكيرك غادي للاحسن والامور جيده، وكتبان لك الحياه ورديه. كنشوف هنا بالنسبه للعتبه ديالك، فاللي باغيه تغير العتبه غادي يكون عندك شويه موانع في تغيير العتبه، ما كاينش تغيير عتبه. واخا انتيا كتشوفي انك باغيه تشري عتبه او باغيه تحولي او تنتقلي من عتبه لعتبه، فكنقول لك هاد الامور هادي شويه ما كايناش هاد الشهر هذا، او كاين شويه موانع. بالنسبه الى كتسالي على الاسمر، فكنقول لك الاسمر بقلبه في حجرك، يعني كيبغيك وكيفكر فيك رغم البعد اللي كاين بيناتكم. هاد الشخص هذا شويه مقلق بخصوص السفر، فهو كيفكر في السفر، ولكني بحال هاد السفر ما متيسرش وغضبان او متالم لان هذا السفر ما مفتوحش ليه. كنشوف واخا كيبغيك هاد الاسمر هذا، فيقدر يكون هذا الحبيب هو اللي كيبغيك كيموت عليك، ولكن الا كان هذا الزوج ديالك فهو نسونجي هاد الشهر وكيتبع البنات، ولكني البنات ما غاديش يعني ينجذبوا ليه لما يعرفوا انهم تزوج وعنده اولاد. فهو تابع البنات، ولكن البنات ما غادش يقبلوه لانه كنقول لكم متزوج وعنده ولاد. اما هو فغادي يكون زايغ هذا الشخص هذا، خصوصا اللي عندها الاسمر اجنبي او في البلاد البعيده وهو زوج. اما الحبيب الاسمر فكيبغيك وكيفكر فيك، واذا كنتي كتقولي واش مازال غادي نتزوج هذا الحبيب هذا اللي اسمر، فكنقول لك هو نيته صافيه وممكن يهضر معك بصفه رسميه بخصوص الزواج هذا الشهر هذا. بالنسبه الى كتسالي على الحنطي، فكنقول لك الحنطي هذا
رد عليك بالظهر، ما كاينش اهتمام هذا الشهر هذا. كنشوفه هو ممكن البعض فيكم يفكر في الطلاق او الانفصال، او اذا كان الحبيب ديالك انه غادي يهجرك او غادي يكون شويه يعني انقطاع في التواصل معك. وكذلك اذا كان هذا الشخص يعني اجنبي او في البلاد البعيده، وكذلك كنشوفه معصب مغير ما عجبو حال. فالحين طيب ما عندكش معاه شي حاجات اللي هي ايجابيه هذا الشهر هذا. واذا كان هذا الزوج ديالك وكذلك كنشوفوا انه ما مرتاحش، ما حسش براحه في العتبه ديالو هذا الشهر هذا. وحتى اذا كان هذا الزوج ديالك في البلاد البعيده، فعنده موانع كتخليه يجي او يدخل للعتبه ديالو. فهذا كان الفال ديالك يا الحنطيه لشهر 4. كنقول لك بالنسبه للعمل، بالنسبه للدراسه، كاين عندك شويه ازمات، عندك شويه طاقات سلبيه هذا الشهر هذا. فكوني حكيمه وكوني متأنية وراقبي الامور ديالك وكوني هادئه فيما يخص العمل وكذلك الدراسه، لان شويه عندك عراقيل هذا الشهر هذا. فكان هذا الفال ديالك بصفه عامه الحنطيه لشهر ابريل. ان شاء الله تخلي لي لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات وندوزو للسمره. فغادي تكوني انتي هذه السمره وانتي وحدك مع الفال، وان شاء الله فالك خير وفالك ايجابي. هذا الفال للمتزوجات المطلقات الارامل العازبات، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ديال شهر 4 ان شاء الله الفال يكون ايجابي. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك على البيت ديالك او العتبه، وتفكيرك شويه سلبي، وشويه هاد الشهر غادي تكوني ما غاديش تحسي براحه البال، دائما مشوشه، دائما موسوسه، دائما خايفه، دائما متوتره هاد الشهر هذا. كنشوف هنا حاجه كبيره غادي تدخل للعتبه، العتبه زاهره ومرزاقه هاد الشهر هذا. كنشوف كي السمراء غاد الشهر هذا غادي تكوني دائما برفقة سيدة كبيرة في السن، وهي اللي كتعطيك إشارات، أو هي اللي كتساعدك، أو هي اللي كتنصحك، أو هي اللي كتوجهك هذا الشهر هذا. ممكن تكون الأم ديالك أو الأخت الكبرى، أو هي الحماة ديالك. وكذلك ممكن البعض فيكم اللي هي عاملة أو موظفة، هنا سيدة كبيرة وممكن تكون هي المسؤولة في العمل، بحال غادي توجهك، غادي تنصحك، غادي توقف معاك بخصوص العمل ديالك. وكنشوف هنا انتي كتفكري باغا ديري يعني حاجة اللي هي إيجابية، باغا تطوعي في شي عمل أو باغا ديري أعمال خيرية، فانطلقي، لأن هاد الأعمال الخيرية البعض فيكم اللي كيفكر يدير أعمال خيرية فديريها، لأن غادي تجلب لك الحظ وأرزاق وتوقف معاك، الكون كله يوقف معاك، و يعني من خلال هاد الأعمال اللي غديري الخيرية أبواب غادي تفتح لك بزاف. يعني ممكن إلا ما كنتيش يعني كان عندك عراقيل في الزواج او في النجاح، فهاد الاعمال الخيريه غادي تسهل لك بزاف د الامور، او غادي تفتح لك بزاف ديال الابواب. تنقول هنا كاينه كذلك هاد الشهر سيده اللي هي بيضاء او بنت اللي هي بيضاء، غادي تكون دائما كتنبهك للحياه الزوجيه ديالك، او الا كنتي عازبه كتنبهك للحياه العاطفيه ديالك، كتعطيك حتى هي يعني غادي تشوفي الناس هاد الشهر هذا كي كيساعدوك وكيعطيوك ارشادات، فانتبهي للارشادات اللي كتوصلك. فكنشوف هذه اللي هي متوسطه في العمر اللي هي بيضاء، هذه غادي تنصحك من الناحيه العاطفيه او من ناحيه ديال الحياه الزوجيه ديالك، وسمعي لها. اما هذيك اللي قلنا مراه كبيره في السن، فهذيك غادي تساعدك من الناحيه الاداريه ومن الناحيه ديال العمل.
كنقول لك البيت ديالك زاهر ومرزق وداخله لك الحاجه الكبيره للعتبه. الا كنتي كتسالي على الابيض، فالابيض كنشوفه هنا شويه مشغول بعيد عليك، كيفكر بزاف في الاصحاب ديالو او كيهتم بالاصحاب ديالو. هذا الابيض اكثر يعني هاملك هذا الشهر، هذا كله لقاءات، كله سمر، كله هضره وكلام، كله سهر غير مع الاصدقاء ديالو، ماشي النساء، الرجال. اذا كان الابيض هذا اجنبي او في البلاد البعيده، فكنشوف الحب كاين والغراميات كاينه والتواصل كاين، وكيفكر انه يجي لعندك او انك انت تمشي لعنده، فغادي يكون بيناتكم لقاء. فهاد السيد هذا البيض اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده كيفكر انه يجي لعندك، كيفكر، فالتفكير قائم يعني كيفكر في السفر باش يجي لعندك. بالنسبه للاسمر، الاسمر كيبغيك، كيموت عليك، عنده اشياء جديده باغي يقولها لك، عنده امتيازات، عنده ارباح، ناشط هذا الاسمر هذا، ولكن انت يا رد عليه بالظهر، لا اهتمام، ما مسوق عليهش ولا رد عليه البال. الحب من الاسمر كاين تابعك، حتى غادي يهضر لك بخصوص اوراق، عنده فوز او حصول على اوراق وغادي يسعد عليها. هذا الاسمر هذا راه كيراقبك وشك فيك انك عندك شخص اخر، فهو كيشك واخا ما يكونش عندك، فالتصرفات ديالك كتوحي ليه انك مع شخص اخر. بالنسبة للحنطي، فالحنطي كنشوفو هنا كيفكر فيك على نجوم الليل، يعني لما كيجي يحط راسو على المخدة فهو كيفكر فيك بزاف. ولكن كنشوفكم هاد الأيام هادي أو هاد الشهر لا اهتمام، يعني انتي في جهه وهو في جهه، انتي خلاص هامله الكل، ما عطيش اهميه لا للحنطي ولا الابيض ولا الاسمر. ولكن كنقول لك هذا الحنطي هذا الحب كاين، كيبغيك، عندك معاه حظوظ كثيره. هاد الشخص هذا الحنطي غادي يكون كثير الاتصالات الهاتفيه في هاد الشهر هذا، كيبغي يهضر معاك، كيبغي يتسامر معاك، ولكن انتي غادي تكوني ولا انتي هنا، يعني ما مسوقاش ليه ابدا. هو كيفكر فيك بالليل دائما، كيبغي يرضيك، تزهري معاه، تسعدي معاه، ولكني كنشوف هامله لدرجه كبيره. الحب راهو كيبغيك، وكنقول لك غادي يكون كثير الاتصالات بك في هذا الشهر هذا. فهذا ما قال الفال ديالك يا السمراء لشهر 4 بصفه عامه. نخليكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله فال اخر جديد. ما تنساوليش السمراء وانا السمراء، ما تنساوليش لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات، والى اللقاء، كنبغيكم.